ناس كتير بتتكلم على ماتش بكره، ماتش مصر والسودان، ماتش ضمان التاهل لدور ال 16. والحقيقه يمكن زي ما اتفقنا انه المنتخب المصري من الواضح كده طبعا من نتائج، طبعا لسه ماتشات المجموعات مستمره لغايه يوم الخميس، لكن من الواضح انه المنتخب المصري ما قدموش غير سيناريو الفوز عشان يضمن التاهل. الخساره واللعب على فكره احسن توالت بدايه امر لا يليق بينا، يعني امر لا يليق بالمنتخب المصري. وعشان اكون صريح مع حضراتكم، في ناس بتتكلم وبتقول انه ماتش السودان صعب ومحدش يتخيل انه هتكون مباراه سهله وانه السودان عنده الحافز. انا الحقيقه لا اتفق جمله وتفصيلا. انا عارف ان كل مباراه ليها حساباتها وكل مباراه لابد من التعامل معها بجديه مهما كان اسم المنافس او الخصم في المباراه دي، او خليني اقول المنافس، انا ما بحبش الخصومه في الرياضه، يعني ايا كان اسم المنافس وايا كان مستواه. وعارف ان السودان عندها فرصه التاهل لو كسبت منتخب مصر تتاهل مباشره، ولكن صعب جدا جدا تقنعني ان منتخب لسه مقابلينه في البطوله العربيه وكسبانين 5-0 يقدر يكسبني في بطوله افريقيا. صعب جدا تقنعني ان منتخب قابلناه بدون عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين، منهم وعلى راسهم محمد صلاح، معاه تريزيجيه، معاه مرموش، معاه النني، وتقدر تقول لي ان المنتخب السوداني يقدر يكسب المنتخب المصري. صعب تقول لي انك عندك احسن لاعب في العالم واحسن حارس مرمى في افريقيا وواحد من افضل الحراس في العالم محمد الشناوي وتقول لي ان منتخب السودان ممكن يكسب منتخب مصر في افريقيا. صعب جدا تقول لي ان فريق فيه 5 أبطال أفريقيا لموسمين او لسنتين على التوالي وتقول لي ان السودان ممكن يكسب المنتخب المصري. كلها حاجات مش منطقية. ممكن ندي المباراة اعتباراتها ونطالب لاعبتنا بالتركيز والاجتهاد وكل حاجة زي ما احنا عايزين، لكن في النهاية منتخب مصر إذا ما كانش قادر يكسب السودان أو إذا كانت مباراة السودان مباراة مش سهلة، إيه اللي ممكن يكون سهل تاني في بطولة أمم أفريقيا؟ حسابات كتيرة جدا وما زالت غير واضحة. والنهاردة الناس بتتكلم على إنه منتخب مصر، وأنا يمكن قلت ده امبارح، إن منتخب مصر حظوظه بقت افضل كتير جدا خصوصا بعد نتائج المجموعه 5 وتراجع مستوى ونتائج يعني منتخب الجزائر، وبالتالي فرصنا في ان احنا نروح لبعيد بقت افضل نسبيا، لكن ده لم يحسم بعد. وعايز اقول لحضراتكم كمان ان منتخب غينيا الاستوائيه ومنتخب سيراليون منتخبين محترمين جدا لدرجه انك انت تحتار مين الافضل او مين الاسهل بالنسبه لنا ان شاء الله اذا تاهلنا عن مجموعتنا مركز ثاني او اول، محدش عارف ممكن تكون ايه الافضليه بالنسبه للمنتخب المصري. على كل الاحوال هنتكلم على ماتش بكره، وهنتكلم كمان على استعدادات النادي الاهلي لمواجهه المقاولين ان شاء الله، اللي من المفترض ومن المتوقع انها هتشهد عوده بعض النجوم اللي غابوا في المباراتين الاولى والثانيه امام الجونه والاسماعيلي.